حقيقة هذه ليست المرة الأولى التي تتفرد بها قيادة الديمقراطي الكردستاني بقرارات فجائية في إغلاق المعبر دون أن يجري أي محادثات مع الطرف الآخر من الحدود، أي أن الطرفين يجب أن يتشاركا. أي قرار يصدر من أي جانب شأن هذا المنفذ الإنساني الهام حقيقة في ظل الظروف الصعبة والتعقيدات الراهنة الموجودة في جزئي كردستان، سواء في جنوب كردستان أو في رجعي كردستان أو في خريطة شمال وشرق سوريا. حقيقة هذه ليست المرة الأولى، وباعتقادي لن تكون المرة الأخيرة، لأن سيادية السياسة الضيقة هي السائدة لدى أغلب قيادات الحزب الديمقراطي الكردستاني، لا سيما أنهم الآن في خلافات مباشرة مع الاتحاد الوطني الكردستاني ومع حركة التغيير ومع باقي الأحزاب الكردستانية، لذلك دائما يلجأ إلى تصدير أزماته حيال روجافا، وأيضا طيب سيد دائما حسين، كانت روجافا يعني لماذا لا يتم تحييد المعابر عن الخلافات السياسية، وخاصة أنها تشكل شريان الحياة الوحيد لملايين السكان، خاصة الذين يعانون من حصار الاحتلال التركي؟ المصلحة الحزبية لدى الحزب الديمقراطي الكردستاني هي المصلحة الطاغية. المسائل الوطنية والمسائل القومية هي لا أعتقد من أساسيات سياسات الديمقراطي الكردستاني، هي من جزئيات سياساتها، فهي دائما تعيش على التناقضات الإقليمية وعلى الارتباط بأجندات إقليمية، لا سيما أنها تدرك، ألا تدرك قيادة الديمقراطي الكردستاني أن هناك واقعا استثنائيا راهنا في شمال شرق سوريا وفي روجافا كردستان بعد أكثر من 12 عاما من استمرار الأزمة السورية، وبعد أن الإعلان عن الإدارة الذاتية لمدة أكثر من 9 سنوات، ألا يرون المشاريع السياسية القائمة على مدى السنوات القائمة من افتتاح هذا المعبر، كأن هذا المعبر لم يكن بأي شكل إنساني بقدر ما كان معبرا إشكاليا، أي يا أما أن تكون تمرر سياسات الديمقراطي الكردستاني برمتها إلى روجافا وشمال شرق سوريا، أو يستخدم المعبر كسلاح للضغط وللتهديد ولعرقلة شؤون الناس الذين يعيشون بين دفتي جزئي كردستان. لذلك على الديمقراطي الكردستاني تحمل مسؤولياته الوطنية والقومية في هذه الظروف الصعبة التي لا فقط تعيشها روجافا كردستان وتعيشها باشوري كردستان أيضا، أن تعتمد على السياسات الوطنية، أن تأخذ بعين الاعتبار المصالح للناس الوافدين إلى الإقليم أو الذين يريدون العودة إلى روجافا أو بالعكس. لذلك مطلوب منهم أن يتحملوا مسؤولياتهم بكامل طيب بروح وطنية وقومية في آن واحد. طيب سيد حسيني، أنت أشرت بأن ظروف المنطقة في شمال شرقي سوريا هي صعبة جدا، طيب ما هي المخاطر التي تحدد حياة السكان بالدرجة الأولى في حال استمر إغلاق المعبر؟ لا أعتقد أنه سيستمر، لأن بقدر ما هناك حركة إنسانية وتجارية فإن الديمقراطي الكردستاني هو أكبر المستفيدين من هذا المعبر. يعني هل من الممكن أن تكون باعتقادي هناك على وساطات لفتح المعبر؟ حتى بدون وساطات، الديمقراطي الكردستاني لا يستطيع استخدام أسلحته على المدى الطويل، هو يستخدم تكتيكات في هذا المنحى، وبكل تأكيد الأيام المقبلة ستجد افتتاحا للمعبر، لأن المعبر يهم جزئي كردستان ولا يهم روجافا فقط أو خريطة شمال وشرق سوريا، هم المستفيدون منه أيضا، وهناك ضغوطات شعبية وجماهيرية وسياسية على الديمقراطي الكردستاني في أن لا يستفرد باتخاذ القرارات الحيوية الاستراتيجية التي تهم عموم كردستان. لذلك أن هذا القرار هو نتيجة السياسة الضيقة التي تعتمدها الديمقراطي الكردستاني دون اللجوء إلى أي سبل للحوار، سواء مع روجافا كردستان أو مع الأحزاب الكردستانية المؤتلفة في حكومة إقليم كردستان، وخاصة الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير. على الديمقراطي الكردستاني تفهم المخاطر الموجودة في شمال وشرق سوريا، الوضع الإنساني المتدهور، المعارك المفروضة على شمال
وشرق سوريا، الاختناق الاقتصادي الذي يفرضه الدول الإقليمية، الخناق الاقتصادي الذي يفرضه حكومة دمشق. لذلك على الديمقراطية كردستان يتفاهم كل هذه المخاطر والقيام بمسؤولياتها الوطنية حيال روجافا وشمال وشرق سوريا، وأخذ كل الضغوطات التي تمارس عليه بعين الاعتبار، لأن الاستفراد بالسلطة والاستفراد باتخاذ القرارات السياسية لن تجدي نفعا، لأن هذا الحزب أيضا مقبل على الانتخابات في نهاية هذا العام، وبكل تأكيد هذه القرارات المجحفة ستضر بسياساته وبموقعه السياسي المقبل. من السليمانية كنت معي فتح الله حسين، عضو ممثلية الإدارة الذاتية في إقليم كردستان، شكرا على هذه المداخلة.